بله اسامه لقضای محمودیین لناحی رشیدی داره ارکا چوار دوری بغدادیا ببردان لبنگشل بجارنی لانکان بتایبت یعنی کاندیدی لان سنکان زورتش که خنه سروی که هولی آزاد کردنی یاخد یعنی اشکرا کردنی شونی او کسانه ددن که یعنی لا سالانی رابردوا دزجیر کراون و بسرو شون اما بو تقضی چی گوره وکیسه که ببردان لان برمجیرکان و ابیسترین من سبق سکردین زیات لسر ام تورا میوانک میکام خوی مفناس و هم باو چه شکلوانی که دزجیر کرا و تاو که سبی سرو شو نه و اوان با دیاری کراوی لانه یعنی تومت بارکن بایی که یعنی بشوی چی نای اصایی خلکان چی زوری هم دزجیر کردوا و به طبیل سالی 2014 و کسر الله نیده عشو و تاو که استا او کسانه بی سرو شو نه من بو سکردین زیات رسم لای رزاق عبادی او دون مرحبا بك استاد رزاق استاد حضرتك حقوقي ونلاحظ يعني بخطاب مالتك هم شفنا يعني هواي ركزت على الموضوع معتقلين شو القضية مالتهم حقيقة أنا أسكن ضمن حزام بغداد تلك المنطقة التي تعرضت كثيرا إلى الانتهاكات الدستورية والانتهاكات القانونية من قبل بعض الأجهزة الأمنية ومن قبل اعتماد على شيء أو شخص اسمه المخبر السري فكان نتيجة ذلك العمل هو تم اعتقال الآلاف من أهالي تلك المناطق وإيداعهم في السجن و يعني تعرضوا الى التعذيب الشديد ونتيجه ذاك التعذيب قاموا بالاعتراف وكما تعلم القضاء لا يحكم بعلمه الشخصي وانما يحكم وفق الملفات الموجوده والمطروحه عليه فصدرت احكام بحقهم احكام قاسيه وصلت الى الاعدام والى السجن المؤبد حقيقه من ضمن مشروعنا ان يكون قانون عفو عام قانون العفو العام اللي بدنا ان نعمل عليه من اجله هو ان يتم اعاده التحقيق من خلال اعاده التحقيق راح تكون هنالك عداله حقيقيه بحيث الجاني الحقيقي ياخذ عقابه والمحكوم البريء يستحق بانه ان نعطيه او تعطيه السلطات المختصه قرار الافراج عنه. استاذ رزاق اكو يعني معتقلين بس مجهولين، هاي شنو يعني مستقبلهم؟ هؤلاء المغيبين بصراحه يعني نسال او ندعو الحكومه لأن كل مواطن عراقي هو مسؤوليته مسؤولية الحكومة العراقية نسأل الحكومة أن يكون هؤلاء تحت أعينهم وأن تقوم بالبحث عنهم وإيجادهم وتسليمهم إلى ذويهم أكو يعني إحصائية محددة حول يعني هذا المغيبين؟ حقيقة توجد إحصائية لكن على المستوى الشخصي لا أعلم ما مدى الإحصائية الموجودة يعني شو دائما يعني أطراف بغداد يعني هيك قضية يعني بيها هي منطقة حزام بغداد تعرضت كثيرا وبعد الاحتلال إلى هكذا مضايقات من قبل بعض الأشخاص في بعض الأجهزة الأمنية للأسف لم يكونوا مهنيين ظلموا الناس اعتدوا على الناس انتهكوا حرمات الناس بل ارتكبوا جرائم شنيعة وكما تعلم الضابط الذي ارتكب الجريمة الأخيرة الجريمة الوهمية الذي ضغط وعذب بالرجل وقيام الرجل باعتراف على أنه قتل زوجته وهو بالحقيقة لا توجد جريمة قتل نهائيا هذا الضابط نفسه كان مسؤول إحدى مراكز الشرطة الموجودة ضمن الدائرة 17 ضمن قضاء المحمودية وقد ارتكب عدة جرائم حسب ما ذكره لي المواطنين القريبين أو الساكنين في إطار مركز الشرطة ذلك شكرا جزيلا حياك الله يا مرحبا كما تعرف جو بسيمين يعني أمان هولي إوادا دائما ك هر کسی چند دزجیر کرده با تایبت ل یعنی چهار دوری بغداد کاملا گرفتی چی گوری روبروی یعنی لاوت شستون نشینه کام و تو بایی که یعنی او کسانی که دزجیر کردن لجیر اشکان زدنه یعنی دان با کاملا توان و نکوان انجامی نده و بایم بوده گرفتی که با دام مدرسه و انالن و وقت ل نیو دزجا امنیکان هندک لان تو مدبارکن بایی که لپشتم جورا که سانه و وقت بوده گرفت بایا یعنی بر بچه رکان زور جکل سر و آکنه و که آوان یعنی او کاندید هولی وادن که گربون با پارلمانتر لدو اجاره هولا دن که عفو عام یک درکی بو وانی که بزور ملی خرمنت خرمنت نیو زندانه کنه و اوکات وانشی که بسرشون شونه کنه نشکر بکنه